من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل عمو يزيد يدعوكم يا أطفال لحفلين كبيرين لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان يوم الجمعة 20 نوفمبر ويوم السبت 21 نوفمبر على الساعة 9:30 صباحا. نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحا بقاعة ابن زيدون برياض الفتح. الدعوة عامة والدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. هذا الحفل برعاية كوندور. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.